رحب إذا بضيفي من عمان الكاتب والباحث السياسي رجا طلب. أهلا بك سيد رجا. في البداية لماذا اختارت إيران يعني هذا التكتيك في الهجوم؟ لماذا اختارت الهجوم بالمسيرات على إسرائيل؟ يعني أعتقد أن إيران من ناحية عسكرية هي عاجزة بأن تكون في مواجهة حقيقية مع إسرائيل. قد يكون العجز لأسباب سياسية أكثر منها لأسباب تقنية أو عسكرية، لأنها بالحقيقة هي لا تريد أن تفتح جبهة مباشرة مع إسرائيل. إسرائيل بقدراتها العسكرية بالطيارات F-35 تستطيع أن تصل طهران أيضا، ولكن إيران أعتقد أنها لا تستطيع. يعني عندما تكون الضربة لقنصلية موجودة في دمشق بالطيران الإسرائيلي أو مسيرات إسرائيلية، أعتقد بالطيران هو الأغلب، وتقوم بقصف القنصلية وقتل قادة كبار بالحرس الثوري، يجب أن تكون الضربة مماثلة من حيث المبدأ. لا يجب أن تكون الضربة على هذا النحو الذي جاء مجموعة مسيرات وصواريخ أرض جو، بالنتيجة الحصيلة صفر ضحايا، لا يوجد أي شيء آخر غير أن هناك جعجعة إعلامية كبيرة. كانت أصلاً إسرائيل والولايات المتحدة يعلمون بتوقيت الضربة وطبيعة الضربة، وبالتالي فقدت هذه الضربة إمكانيتها على أن تكون رادعة، أي ما يسمى بالردع الاستراتيجي. سيد رجا، إذا كان الهجوم معلناً والدفاعات الإسرائيلية والأمريكية كانت متأهبة، ما كان إذن الغرض من هذه الهجمة؟ هل تعتبره يعني رد اعتبار شكلي أو إعلامي لإيران؟ بكل تأكيد اللي تفضلت فيه هو الصحيح، هي عبارة عن حفظ ماء الوجه. لا، إيران لا تستطيع إلا أن ترد، ولكن هذا الرد جاء مهندس بحيث أن يكون التوقيت معروف ومعلوم، بحيث أن تكون طبيعة هذا الرد واضحة تماما. إذن هذه الضربة هي لحفظ ماء الوجه ليس أكثر، لكنها ليست رادعة بكل حال بكل الأحوال. يعني طيب، سابقا إسرائيل يعني استهدفت العديد من الشخصيات الإيرانية، ويعني قامت بتحييد العديد من الشخصيات المهمة الإيرانية. ما الذي يختلف هذه المرة والذي دفع إيران للرد بهذا الشكل؟ يعني ما مدى أهمية الشخصيات التي تم استهدافها في القنصلية في دمشق؟ هي ليست أهمية فقط، طبعا هي شخصيات مهمة، ولكن الأهم أن هذا القصف للقنصلية في دمشق جاء في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، التي يعني بكل الأحوال تعتبر يعني مسألة تحتاج من إيران التي ترفع لواء مناصرة القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، يستلزم ردا قاسيا. ولكن الذي جاء خلال الساعات الماضية فجر هذا اليوم جاء رد باهت، ليس بالمستوى الاستراتيجي الذي يجعل إسرائيل يعني تراجع نفسها في حال إن أقدمت مرة أخرى أو لا. هي أقدمت على هذه الخطوة إسرائيل وهي تعلم تماما أن في ظهرها الولايات المتحدة وكل الدول الغربية. نتنياهو نجح في أن يعيد بناء ائتلاف عالمي دولي متعاطف ومتضامن مع إسرائيل باعتبارها ضحية. هذا الذي جرى هو نصر سياسي كاسح لإسرائيل، والآن يعني الرد الإيراني كان ليس بالمستوى. يعني لا يستطيع هذا الرد أن يوازي أو يساوي ما حصلت عليه إسرائيل من تعاطف دولي أعيد مرة أخرى لها، ويذكرنا بما جرى في 7 أكتوبر عندما توافدت الشخصيات العالمية إلى تل أبيب والقدس لتتضامن مع نتنياهو. ذكاء سياسي للأسف نعترف بذلك، ذكاء سياسي من صانع القرار إسرائيل وأقصد نتنياهو في أن يعيد إسرائيل إلى المربع الأساسي في جوهر المعادلة الدولية باعتبارها ضحية وليست معتدية. طيب، إسرائيل أعلنت فشل هذا الهجوم الإيراني، بينما تعلن إيران أن نصف عدد الصواريخ أصاب أهدافه. من نصدق في هذه التجاذبات السياسية والإعلامية؟
سيدتي في إسرائيل لا يوجد سر، يعني الصحافة الإسرائيلية، القنوات الإسرائيلية ستنشر كل شيء، وبتقديري أن الأضرار متواضعة، وإلا لكان المجتمع الإسرائيلي الذي يخرج إلى الشوارع ويتحدث ويتكلم كان يعني يكشف عن هذه الأضرار. بالنهاية الضرر الذي حصلت عليه إسرائيل هو يعود إليها كما أشرت قبل قليل، تعاطفا سياسيا وائتلافا جديدا لحمايتها ودعمها عسكريا والوقوف معها في هذا المنعطف الذي يعتبره الغرب والولايات المتحدة تحديدا أنه منعطف خطير قد يأخذ المنطقة إلى حرب مفتوحة. ولكن بكل الأحوال الأمور مسيطر عليها، وبالتالي إيران يعني هناك إجماع على أن إيران في المجتمع الإسرائيلي الداخلي هي الشيطان الأكبر، وهي التي يجب أن تقاوم. نتنياهو كسب الجبهة الداخلية وكسب تعاطفا خارجيا، هذا هو الأهم من الرد بالصواريخ أو أي نوع من أنواع السلاح على إيران. سنعود لرد الفعل الدولي بخصوص طبعا إسرائيل وهذه الهجمات التي طالت إسرائيل، لكن الآن هناك مسؤول إيراني قال بما معنى أنه على الأردن أن تبقى خارج هذه المعادلة أو أنها ستكون هدف لإيران، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني دعيني أشير إلى نقطة، إيران تحاول من فترة طويلة زج الأردن بمعاركها يعني الإقليمية أو تحرشاتها الإقليمية، وأنت تعلمين أن إيران لها سيطرة ووجود قوي في العراق، لها سيطرة ووجود قوي في سوريا، والأردن كما تعلمين هو واقع في هذه مع حدود مشتركة مع سوريا ومع العراق، وهناك ميليشيات على الحدود تحاول قدر الإمكان أن تتحرش بالأردن. لذلك لا أفهم هذا التصريح إلا على أنه تصريح عدائي وتصريح يحاول أن يظهر للمجتمع الإيراني والمجتمع الدولي والإقليمي وكأن الأردن طرفا في هذا الصراع. الأردن يحاول أن ينأى بنفسه قدر الإمكان، ولذلك أتوقع أن هذا التصريح سيكون عليه رد مباشر من الدولة والحكومة الأردنية، لأن الأردن لا يريد أن يزوج نفسه بمعركة اختارتها إيران واختارتها إسرائيل بملء إرادتهما ودون أي حسابات للأمن والسلم الإقليمي. نعود لرد الفعل للمجتمع الدولي. إيران لربما أرادت من هذا الهجوم أن تبرز الأثار السلبية من حرب غزة، لكن بأي حال من الأحوال هل من الممكن فعلا أن تأتي نتائج هذه الهجمة عكسية ويعني تستعيد إسرائيل تعاطف المجتمع الدولي بعد هذا الرد الإيراني؟ حقيقة التعاطف حصل سيدتي وانتهى الموضوع، يعني الآن العالم كله سيدين هذا الهجوم الإيراني وستظهر إسرائيل كضحية كالعادة. إسرائيل تحاول قدر الإمكان بالخبث والدعاية السياسية ومهارة الإدارة السياسية التي يتمتع بها نتنياهو، للأسف نقول ذلك مرغمين لأن هذه حقيقة، يعني يستطيع دائما أن يتحول إلى ضحية باللحظة الحرجة والمناسبة. فإسرائيل الآن في نظر العالم هي المعتدى عليها. من يتحدث عن أن هناك اعتداء على القنصلية؟ نسي هذا الموضوع، نسي أن هناك اعتداء على القنصلية الإيرانية وهي منطقة سيادية في قلب دمشق. وأين سوريا من هذه المعادلة؟ سوريا التي تم الاعتداء عليها وعلى أراضيها ودخلت الضربة من أجوائها، لا أحد يتحدث عن سوريا ولا لسان لسوريا في هذا الموضوع. إذن إسرائيل جرت العالم إلى الاعتقاد على أنها هي الضحية وليست هي المعتدي. هذا هو بحد ذاته الذكاء والقدرة على إدارة المعركة إعلاميا وعسكريا بمهارة شديدة. نعم، الكاتب والباحث السياسي رجا طلب كنت معنا من عمان، شكرا لك على مشاركتنا هذا الحوار.